هنروح لبداية حلقتنا ويمكن الحدث الأبرز وهي مباراة كرة السلة امبارح، نهائي بطولة عربية الأهلي والكويت الكويتي، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بالفضية بعد ما خسر الفاينل بنتيجة 78-77. الحقيقة عندنا ملابسات كتيرة جدا جدا عايزين نتكلم فيها عن مباراة أمس، وهنشرح لكم كل حاجة بالتفصيل وكل شيء بحيادية وكل شيء من وجهة نظر يعني راجل لعب باسكت وراجل لعب منتخب مصر، وهقول لكم يعني من وجهة نظرنا، ومش نظري بس، لا ده بعد ما تناقشنا مع كباتننا كلهم في كل البطولة والأحداث اللي حصلت فيها. بس في الأول أحب أشيد وهني جمهور النادي الأهلي الكبير اللي كان في الكويت بالألاف واللي كان بيآزر فريق السلة. من هنا من برنامج الأبطال قناة النادي الأهلي بوجه لهم كل التحية وكل الشكر، أنتم كنتم اللاعب رقم واحد سواء في مواعيد المباريات في أثناء العمل أو غير العمل في الأجازات، كنتم أكبر داعم. ولو هذه الصالة هناك اللي بتلعب عليها المباريات كانت تتسع، كل التحية لكم. لو كانت الصالة تتسع إلى الآلاف لكان جمهور النادي الأهلي ملاها، لو كنا بنلعب في ملعب كرة كان هيملاها جمهور النادي الأهلي، وده مش غريب أبدا عن جمهور النادي الأهلي ولا محبين النادي الأهلي في أي مكان. هي دي ثروة النادي الأهلي الحقيقية. والنادي الأهلي كما قال العظيم صالح سليم المرحوم، قال إنه الأهلي ملك من صنعوه، ومن صنعوه هو جمهور النادي الأهلي. تاني حاجة عايز أقولها، بقول للفريق هارد لك، كنتم رجالة 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 بمعنى الكلمة. يعني بتخسروا بطولة يعني، وهنتكلم عنها وليه بفعل فاعل وليه الكلام ده كله، ولكن كنتم لآخر ثانية رجال. بنحييكم فعلا من يعني مش عايز أقول يعني عشان ما نقص من حق الأجيال السابقة، ولكن ده جيل من أفضل الأجيال اللي جت في كرة السلة في مصر كلها مش في النادي الأهلي. بقول لكم ألف شكر، أديتوا اللي عليكم، لسه اللي جاي كبير جدا وكتير، لسه عندنا بطولات، لسه عندنا أفريقيا وهي الأهم واللي بالنسبة لنا احنا منتظرينها في الدوري السوبر المصري في الدوري المرتبط، عندكم موسم مليء انتوا قدها إن شاء الله، وأكيد استفدتم من هذه البطولة، بنشكركم، كنتوا رجالة. دي تاني نقطة الحقيقة كنت عايز أتكلم فيهم قبل ما الدخول في تفاصيل.